الشيخ الشحات محمد أنور لم يترك مقاما إلا وذهب وأبدع فيه وأتحف الكل بجمل نغمية جميلة. الشيخ الشحات ذكي جدا، أخذ من كل بستان زهرة، لم يتوقف عند قارئ معين أو عند مدرسة معينة، لاحظ أن الجمهور يعشق الجوابات الطويلة وكان عنده الإمكانية هذه، فنفسه ما شاء الله كان طويلا جدا، يتيح له أن يقول سطر وسطرين في نفس واحد. والانتقالات النغمية لا يمل المستمع من سماع هذا النغم، صوته من نوع البريتون تاني، يعني عنده إمكانيات يقول الجواب بتمكن وبثقة وينزل إلى القرار، صوت مليء بالفن والخشوع في آن واحد، وهذا شيء نادر. لم يقل جملة نغمية إلا وأبدع فيها وترك بصمة وأثر. لكل دول العالم التي ذهبت إليها أجد أن هناك مدرسة للشيخ الشحات محمد أنور، ومقلدون كثيرون يقلدون الشيخ الشحات محمد أنور. لم أختار مقام معين، فكل المقامات التي استخدمها أبدع فيها، وكل المناطق الصوتية التي عمل بها أبدع فيها وقرأ بتمكن. الشيخ الشحات تشعر أنه كان يقرأ وهو مستمتع متعايش، وبهذا بكل بساطة يصل إلى قلب من يسمعه. الشيخ الشحات محمد أنور ناظر المدرسة الحديثة.